السلام عليكم. اليوم البنيه ديالي كتدوز السنه الثانيه بكالوريا علوم رياضيه، كنتمنى لها التوفيق هي وسائر الوليدات كاملين، والمولاي الحسن حتى هو ان شاء الله بالتوفيق حتى هو في نفس السنه، ونتمنى لجميع البلاد المغرب تدوز في امور جيده ان شاء الله. السلام عليكم. انا الحضور ديالي هنا ان شاء الله جيت رافقت الابنه ديالي اللي حتى هي كتجتاز امتحان البكالوريا علوم، يعني الناس ديال التقنيين وصحاب العلوم، والحمد لله الاجواء ديال الامتحانات راه التلاميذ يعني وجدوا ما يكفي من الدعم النفسي والمعنوي في هذا النهار هذا، والحمد لله احنا فرحانين اننا هذه الامتحانات كيصادف، لان الابنه ديالي كتصادف مع اجتياز ولي العهد الامير مولاي الحسن لامتحانات البكالوريا، اللهم لك الحمد. تنتمنى من الله انه يكون نجاح الحليف والحظ للجميع، وتنتمنى من جميع العائلات انهم يفرحوا ويسروا بالنجاح ديال الابناء ديالهم، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. عندي ولدي تيدوز امتحان بكالوريا السنه الثانيه، تنتمنى ليه التوفيق ولجميع الوليدات والولي العهد مولاي الحسن حتى هو الله يعطيه النجاح. يعني اشنو سبب الحضور ديالك اليوم؟ بسم الله على ولدي ان شاء الله بيدوز الباك. ايوا الله يسهل عليهم هما وليدات ماتي محمد كاملين كاع اللي كيدوز، الله يسهل عليه. وفرحانه، فرحت ولدي وفرحت ولي العهد اللي تيدوز، الله يكمل عليه ويكمل على وليدات ماتي محمد. ايوا هادشي اللي بغينا نقولوا، الله يعاون كل شيء ويعاون الجميع.